انا مش عارفه بجد ايه التخلف والهبل اللي انا بقيت فيه ده. بطلي عياط بقى، انت فعلا متخلفه النهارده، التخلف زاد جدا. كل حاجه النهارده معصباني ومنرفزاني، يوم غريب جدا، مش طايقه حد ولا طايقه نفسي، حتى مروان منرفزني نرفزه، مع انه بصراحه يعني ما عملليش حاجه. الهبل ده، بقول لك ايه، ظبطي علاقتك مع مروان، هي لو اتظبطت كله هيبقى تمام، ولو على حسين وماضي يعني مش مشكله، اعتذري لهم عشان نرجع نشتغل مع بعض تاني. اعتذر لهم؟ لا انا اروح لهم لحد الورشه عندهم عشان اعتذر لهم؟ لا طبعا لا يمكن، كرامتي ما تسمحليش بحاجه زي كده. انا لو عليا اشتمهم واهين كرامتهم اكتر. ليه يعني؟ في ايه الاوفر ده؟ كل ده عشان ايه؟ عشان انا لسه حاسه ان هم متفقين مع صرفي عليا. والله سلمى اهدي كده، بدل ما انت مدوره الجنان على الكل. ها انت نفسك قلتي ان الخمس ايام دول كريتيكال جدا، سواء كان في شغلك او في بيتك، فانت بقى لازم تبقي على قد المسؤوليه. انا فعلا لازم اظبط الدنيا، خاصه مع مروان، اصل انا هشتري فستان فرح الشربات لي النهارده وانا معيش فلوس والكريدت توقف. فرح شربات لي ايه وفستان ايه بعد اللي نيلتيه النهارده مع حسين وماضي؟ محدش هياخد الفرح ده غيرنا، احنا اللي هنعمله، وانا من النهارده عايزاكي تتعاملي على الاساس ده، واولهم ان انا هشتري فستان فرح الشربات لي. يلا يا مجنونه. بقولك ايه، انا هطلع اثبت مروان، مش هتاخر عليكي، هاخد منه فلوس.